أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم، حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار 32 درجة مئوية الملموسة 30، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية نشطة أسرع. ننتقل الآن وإياكم لتفاصيل حال الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأها شمالا، سكاكة طقس صافي 22 إلى 13، عرعر 21 إلى 11، وتبوك 22 إلى 11 درجة مئوية مع الطقس الصافي. المنطقة الغربية المدينة المنورة 31 إلى 17، جدة 29 إلى 24، مكة المكرمة 36 إلى 21، والطائف 29 إلى 18 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 26 إلى 15، أبها 27 إلى 14، وجازان 34 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 30 إلى 17، حفر الباطن 25 إلى 14، والإحساء 33 إلى 18، مع رياح نشطة وأتربة مثارة. المنطقة الوسطى، حائل 20 إلى 8، بريدة 28 إلى 14، والرياض رياح نشطة وأتربة مثارة 32 إلى 17 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.